العرض المسرحي حقل إيزابيلا يحكي قصة ثلاثة مهاجرين تقودهم ظروف العيش إلى بيت سيدة إسبانيا. هو حوار جدلي حول المشاعر الإنسانية والتعايش مع الآخر. عرض لفرقة الريف للمسرح الأمازيغي وإخراج محمد أقيعان المدير الفني لمسرح البحر بمرسيليا. عرض بيت إيزابيلا بمشاركة مجموعة ممثلين من بلد محمد أقيعان، ونحن ممتنون لمهرجان الحسين الذي استقبلنا، ونتمنى أن يكون هناك في المستقبل المزيد من فرص التبادل الثقافي بين الحسيمة ومرسيليا وبين الضفتي المتوسط. هذا الفن وهو أبو الفنون أصبح يشكل البوابة الواسعة كنشاط ثقافي من أجل تحقيق التقارب بين الشعوب. هي صرخة بداية الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح بالحسيمة الذي انفتح هذه السنة على الفرق المتوسطية من أجل تحقيق التلاقح الثقافي. بعد التجربة ديال السنة الفارطة هذا العام يعني انفتحنا على الفرق الأوروبية بالخصوص من إسبانيا وفرنسا وفرق مغربية، يعني أجود العروض يعني من المغرب ومن أوروبا غادي يتعرضوا في المهرجان الأورو المغرب ديال هذه السنة. مثل هذه المحطات الفنية والثقافية مهمة جدا، ونتمنى أن تستمر مستقبلا من أجل تنمية الثقافة التي تساهم بدورها في العمل التنموي. العروض المسرحية بالمهرجان الوطني للمسرح لمدينة الحسيمة متواصلة بدار الثقافة إلى غاية 19 من الشهر الجاري.